تواصل حملات مملكة البحرين استقبال حجاج مملكة البحرين من مختلف منافذ المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات دخولهم بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع بعثة مملكة البحرين للحج المتواجدة في مكة المكرمة. نعم، الزميل يحيى العمري رافق عددا من الحملات البحرينية لدى استقبالهم حجاج البحرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والتقى بعدد من حجاج المملكة الذين أشادوا بسهولة إجراءات الحج. بمشاعر صادقة وإيمان خالص موحد لله عز وجل، تواصل حملات مملكة البحرين استقبال حجاج المملكة الذين قدموا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، متجهين إلى أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح أعمالهم ويشملهم في رحمته وغفرانه. كنا ننتظر اللحظة، من فترة طويلة، مشتاقين حق حجاجنا أن يوصلون لنا إن شاء الله في المملكة العربية السعودية بسلامة، والحمد لله الطيارة حطت ووصلوا الحجاج بسلامة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمتهم وخدمة جميع ضيوف الرحمن. في نفس الوقت ما ننسى نشكر وزير العدل جزاه الله خير السيد نواف المعاودة وجميع بعثة البحرين وعلى الخدمات اللي يقدمونها، بالإضافة جزاهم الله خير على تلفزيون البحرين اللي جاهدين في كل أمورهم أن يطلعون الحملات بشيء مشرف للجميع. أولا أرفع الشكر إلى جلالة الملك المعظم وكذلك سمو الأمير سلمان بن حمد وكذلك البعثة البحرين على ما يقدمونه من تسهيلات للحجاج وكذلك المقاولين للحجاج، وهذه الرسالة ترفع إلى كذلك المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وكذلك سمو الأمير محمد بن سلمان الذين يرعون الحجاج من كل أطر في العالم كله. نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق فنرى التسهيلات ولله الحمد، وكذلك المقاولين يقومون بدورهم المرضيهم شرعاً وأخلاقا وأدبا. إشادة واسعة وسعادة بالغة عبر عنها حجاج مملكة البحرين لدى وصولهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية تجاه ما لقوه من اهتمام ورعاية وخدمات مميزة تسهم في تيسير حجهم وتقليل الجهد والعناء عليهم. والله التسهيلات الحمد لله ممتازة، كل شيء تمام، من وصلنا يعني من المطار هناك سهالات، ما تأخرنا في ولا شيء، حتى وصلنا هني كان الساين في كل مكان لين ما وصلنا الباص. يعني والله شعور حلو، شعور رائع. طبعا كل إنسان مسلم يتمنى هالحج إيها، الحمد لله الله رزقنا وصلنا الأراضي المقدسة، الحمد لله الحملة ما قصرت، كانت كل يسر وتساهيل، وحكومة البحرين رشيدة ما قصرت، ساعدتنا وأنستنا ويعني مرتاحين في كل أمورنا الحمد لله. إن شاء الله الله يعطينا الصحة والعافية نكمل حجتنا، وحجتنا إن شاء الله مباركة والله يرضى علينا في كل أمورنا. بعثة الحج البحرينية عملت على متابعة وصول حجاج المملكة إلى مكة المكرمة بأمن وسلام وراحة، وذلك من خلال التواصل المستمر مع رؤساء الحملات والحجاج والعمل على تيسير إجراءاتهم الفنية والإدارية والأمنية. سعادة غامرة ملأت وجوه حجاج مملكة البحرين لدى وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، تحفهم عناية كبيرة من مختلف المنسقين في الحملات وأيضا من بعثة مملكة البحرين التي عملت على توفير كافة التسهيلات لهم منذ خروجهم من مملكة البحرين وصولا إلى مكة المكرمة. من مطار الملك عبد العزيز في جدة، يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.